بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 32 من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة. باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 85 بعد 605,000، قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. إياكم تحذير، نهي، يعني لا تجلسوا، والنهي للتحريم. إياكم والجلوس في الطرقات، والتحريم يكون إذا كان بغير سبب، إذا كان الجلوس لغير سبب أو لإيذاء الناس. أما إن كان بسبب فعليك أن تعطي الطريق حقه، لكن الأصل في الجلوس في الطرقات أنها محرمة ولا تجوز إلا لسبب أو مع القيام بحق الطريق. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا. لماذا؟ لأن كانت بيوت الصحابة ضيقة، كانت بيوتهم ضيقة، حجرة واحدة وحجرات ضيقة، فإذا جاءه ضيوف كيف يجلس؟ لا يستطيع أن يدخلوا بيته، لأنه بيته أصلا ضيق المساحة. فكانوا: ما لنا بد يا رسول الله، نلقى أصدقائنا قاربنا نجلس في ساحات الطريق، لأنه كانوا ضيقي البيوت. يبقى اللي بيته واسع يحرم ان هو يلتقي بايه؟ بصديقه على في الشارع في القهوة، الا ان يكون هذا الرجل الذي يلتقي به في القهوة ليس مؤتمنا على دخول البيوت، بس ساعتها معلش عنده عذر. انما الافضل الا نجلس في الطرقات. الصحابة قالوا: ما لنا بد يا رسول الله، لضيق بيوتهم. ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، يعني إذا اضطررتم إلى المجلس إلى الجلوس يعني فيها، فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر. يبقى لا تنظر إلى عورة الناس وإلى ما فضل الله به بعضكم على بعض، يبقى غض البصر وكف الأذى، فلا تؤذي المارين، وبالتالي تجلس في جانب من الطريق فلا تؤذي المار بتضييق الطريق عليه، ولا تؤذيهم أيضا بلسانك ولا بقولك ولا بالجلبة والفوضى ولا بالغمز واللمز والشتم وغير ذلك. يبقى ايه؟ كف الاذى، مطلق الاذى، سواء كان الاذى باللسان او الاذى بالفعل او الاذى بالنظر او بالتلصص عليهم بسماع ما يقولون، كل ذلك اذى، فعليك ان تكف مطلق الاذى، ولا تستعمل مثلا مذياعا وترفع صوته عاليا وتجلس لتستمع، تؤذي كل الناس من أجل أن يعني تفعل شيء تريده لنفسك، هذا حرام، إيذاء الناس حرام. وكذلك
لا تدخن، لأن التدخين يلوث الجو فيجعل الناس تشم هواء ملوثا فتنشر الأمراض بينهم. فالتدخين في الطريق في الطرق العامة حرام، وفي الطرق الخاصة حرام، وفي البيت أشد حرمة، وبالتالي عليك أن تمتنع عنه مطلقا، لأنه هذا مؤمنون أن نكف الأذى. والتدخين يؤذي نفسك ويؤذي غيرك من بجوارك، فيكون من باب أولى أن يترك. فمطلق الأذى لابد أن تتجنبه لنفسك ولغيرك. ورد السلام، يبقى المارين حيمروا على الجالسين يقولوا السلام عليك، يبقى من أدب الطريق أن ترد السلام على من سلمك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا رأيت شيئا يخالف الشرع فعليك أن تنهى عنه، فإن رأيت إنسان يؤذي إنسان فعليك أن تصلح بينهما، وإن رأيت حفرة في الطريق فعليك أن تنبه عليها حتى لا يقع الناس فيها، أو أن تسويها. وإذا رأيت أذى في الطريق عليك أن تزيل وترفعه، لأن ده نهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لو رأيت إنسان لا يراعي الآداب مع الآخرين تنصحه بلسانك، فإن كانت لك سلطة تمنعه بفعلك وقوتك وسلطتك. كل ذلك حق الطريق. ومن بينها أيضا هداية الحيران، إن جاء إنسان لا يعرف عنوان فسألك فعليك أن تهديه وتدله، إذا هي هداية الضال. وعليك أيضا أن تعين الضعيف، وجدت إنسان يحمل شيئا لا يستطيع أن يحمله بنفسه عليك أن تعين وترفعه له على دبته. رأيت إنسان يريد أن يعبر الطريق وهذا الإنسان نظره ضعيف أو بطيء الحركة والطريق فيه سيارات مسرعة، عليك أن تقوم وتعبر به الطريق وتعينه على ذلك. فإذا الجلوس في الطريق يكلفك تكاليف كثيرة، فإذا قمت بحقه وجدت نفسك لا تجلس عليه إلا لضرورة وليس للمتعة وتضييع الوقت. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني حا قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله. وطريق وحديث أعطوا الطريق حقه من حديث الأحاديث الجامعة لأدب المسلمين في طرقاته، فعلى كل مسلم أن يفهمه وأن يعلمه لغيره وأن يعمل بمقتضى. لما غاب هذا الحديث عن وجدان الناس صاروا يجلسون في الميادين العامة وينامون فيها ويستحمون فيها ويتغوطون فيها ويتبولون فيها ويشربون فيها الدخان ويأكلون ويتمخطون ويصلون في المكان الذي يفعلون فيه ذلك كله، ويمنعون السيارات من المرور، وكل ذلك بدعوى أنهم يريدون الإصلاح، والله لا يصلح عمل المفسدين. فانتشر بقى ايه؟ المظاهرات في الطرق العامة والصلاة في الطرق العامة وعلى الكباري وعلى ممر السيارات، كل هذه دعاوى أمريكية لإصلاح الفساد الذين هم زرعوه في بلادنا أصلا. يزرعوا الفساد ثم بعد ذلك يحمسوا الشباب على إصلاح الفساد بطريقة مفسدة، فهم المفسدون في الأرض، ومن سار على نهجهم صار مفسدا في الأرض. فعلينا أن نراعي آداب الإسلام والمسلمين، وأن نتجنب الطرق وأن نتجنب المظاهرات فيها. فالمظاهرات بدعة، بدعة من البدع التي ابتدعها الأوروبيين والأمريكان ونشروها في بلادنا لنشر الفوضى، فنسأل الله أن يسلمنا من اتباعهم وتقليدهم الذي حذرنا الرسول منه. قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذوا القذى بالقذى ولو دخلوا بحر ضب لدخلتم وراءهم. قالوا من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ فقال ومن، يعني ومن غيرهم. فنسأل الله أن يسلمنا.
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. وهذه أنواع من الزينة المحرمة. المرأة تتزين لزوجها ولكن بزينة مباحة، فهناك أنواع من الزينة المحرمة على المرأة أن تتجنبها. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا، تصغير إيه؟ عريس، تصغير عريس تبقى عريس، يعني كأنها صغيرة في السن. إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة، والحصبة مرض يؤدي إلى بثور في الجلد وتساقط في الشعر، أصابتها حصبة فتمرق شعرها، تمرق تمرق تساقط بمعنى واحد، فتمرق، وفي رواية فتمرط بالطاء، وفي رواية تساقط، والمعنى واحد. فأفأصله، يعني تصله بشعر إنسان آدمي مقصوص. كانت المرأة إذا قصت ضفائرها تحتفظ به، فبتقول ممكن أصله بضفائر مقصوصة من امرأة أخرى، شعر آدمي، أفأصلها؟ أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تفعل ذلك، والمستوصلة التي تطلب ذلك، تطلب فعل ذلك. يبقى لا يجوز الانتفاع بأجزاء الآدمي لأنه محترم، لا يجوز، ويحرم الانتفاع بأجزاء الآدمي. ومن هذا دليل أيضا على حرمة نقل الأعضاء. لماذا؟ لأن الإنسان مكرم، لقد كرمنا بني آدم، فيحرم الانتفاع بأجزاء الآدمي، ويجب دفنها احتراما له، فلا يعامل الآدمي معاملة الحيوان، فالحيوان ينتفع بأجزائه، أما الإنسان فيدفن إكراما ولا ينتفع بأجزائه. أما لو كان الشعر من غير آدمي، إذا كان شعر طاهر من حيوان طاهر، فلا بأس من استعماله بإذن الزوج، وقيل يحرم وقيل يكره، ثلاث أقوال. أما إن كان شعر آدمي فالحرمة إجماعا، أما إن كان من غير الآدمي وطاهر زي الشعر الصناعي اللي فيه شعور صناعي فهي طاهرة ومن غير الآدم، فيجوز استعمالها بشرط بإذن الزوج. أي إن كانت المرأة لا زوج لها يحرم عليها استعمال، هذا هو الرابح. وقيل يحرم مطلقا، قول آخر. وقيل يكره إن كان من غير الآدم وكان طاهر، أما إن كان نجسا أو متنجسا فيحرم مطلقا أيضا لحرمة التزين بالنجسات. وعن أبي قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة حاء قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي وعبدة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية، غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها، زي ما قلنا تمرط بمعنى تمرق بمعنى تساقط. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها، يعني يطلب الدخلة بسرعة، يعني مش عايز يستنى لما تخف،
هي مجرد انها خفت عايز يتجوز على طول، مش مستنيه بقى لما يرجع شعرها يطول، مستعجل. معنى يزوجها يستحسنه يعني ايه؟ يعني يطلبها ومتعجلا للزواج. افاصل يا رسول الله؟ فنهاها، فدل على ان وصل الشعر ببقايا شعر الادمي كان من الزينه المستعمله في الجاهليه، وجاء الاسلام فنهى عنها احتراما للادمي واجزائه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا يحيى بن ابي بكير عن شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها ان جاريه من الانصار تزوجت وانها مرضت فتمرط شعرها فارادوا ان يصلوه فسالوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فلعن الواصله والمستوصله، واللعن علامه الكبيره انه حرام من الكبائر. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابراهيم بن نافع قال اخبرني الحسن بن مسلم بن يناق عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها ان امراه من الانصار زوجت ابنه لها فاشتكت فتساقط شعرها فاتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت ان زوجها يريدها افاصل شعرها؟ افاصل شعرها بفتح العين وتسكينها لغتان صحيحتان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع بهذا الاسناد وقال لعن الموصلات. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. والوشم هو غرز صبغات تحت الجلد في صوره رسومات في مواضع معينه من الجسم الظاهر او الخفي لغرض الزينه ايضا او لغرض العلامه والتعليم، كل ذلك حرام وهو من الكبائر. فان فعل في الطفل فالحرمة تقع على الولي لا على الطفل، وإن فعله في حال تكليفه فالحرمة تقع عليه. وقالوا أنه نجاسة غرس هذا الشيء اللي هو الصبغة يغرس مع قليل من الدم فكأنه يثبت النجاسة في الجلد فيصير نجاسة، ولذا يجب إزالته إن لم ينبني عليه ضرر ظاهر، فإن لم ينبني عليه ضرر وجب إزالته لتصح صلاته. فإن كان ينبني على إزالته ضرر فتصح صلاته ويرفع عن هذه النجاسة من باب المعفوات. ولذا يجب على المسلم أن يتجنب الوشم، وكذلك أن يتجنب أن يكون واشما أو مستوشما، أن يعمل في هذه المهنة أو أن يكون مستوشما، أن يطلب أن يفعل فيه ذلك سواء كان رجل أو امرأة. كانوا زمان أيام أجدادنا ما كانش عندهم بطاقة شخصية عشان يعرف اسمه يحطها في جيبه وعنوانه، ما كانش فيه بطاقات شخصية، فكان بعض الناس استحدثوا كتابة أسمائهم وعناوينهم على أيديهم وشما لضرورة لو مات في مكان بعيد يعرف عنوانه فيأخذ جثته إلى أهله. فكان يفعلونها، ولكن هذه الطريقة حرام أيضا، فعلينا أن نتجنبها. والآن الحمد لله كل واحد له رقم قومي وله بطاقة وله جواز سفر وله موبايل وله تليفون خاص، فأصبحت التعرف على الشخصية أمر بقى ميسر، فلا
يتحجج بمثل هذه الحجج الواهية، وعليه أن يتجنب ذلك. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ لإسحاق، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والواشمات والمستوشمات بيناهم، النامصات والمتنمصات وهي التي تزيل شعر الوجه، شعر الوجه ما لم يكن غير لحية وشارب. فالمرأة إذا نبت لها شارب ولحية يجب لها إزالتهما حتى لا تكون متشبهة بالرجال، أما في غير الشارب واللحية فلا يجوز لها إزالة الشعر إلا بإذن زوج، أما الحاجب فلا يجوز لها إزالته بالكلية ولو بإذن الزوج وإلا وقعت في الحرمة. أما المزوجة غير المزوجة فلا يجوز لها إزالة شعر الوجه إلا إن كان في شارب أو لحية فقط، ولا ترفع حواجبها حتى يكون لها زوج فتستأذنه، فإن أذن فعلت وإلا لا تفعل وقعت في الحرمة. هذا يسمى النمص. والمتفلجات للحسن وهي التي تنشر أسنانها حتى يكون هناك مسافة بين أسنانها، لأن وجود المسافة الضئيلة بين الأسنان خصوصا في الثانيتان من علامات الحسن، فكانوا يفعلون ذلك من أجل طلب الحسن. أي إن فعلت المرأة ذلك لا لطلب الحسن بل للعلاج لأن أسنانها راكبة فوق بعضها جائز، إنما لو كانت أسنانها سليمة وتفعل ذلك لطلب الحسن وقعت في الحرمة ووقعت في اللعنة، أما لطلب العلاج فلا بأس. والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، كلام سيدنا عبد الله بن مسعود ده وصل لامرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، يعني حافظة القرآن، تقرأ القرآن يعني إيه؟ يعني حافظة للقرآن. فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله، يعني في القرآن. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فيش ولا آية في القرآن بتقول منمصة متفلجة، جبتها منين؟ فهم؟ لأن حافظها القرآن. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى دخلة في عموم النهي النبي، فهم؟ فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. عايزة تغيظه بقى، تقول له: طب أنا بقى شايفة أو أعتقد إن امرأتك عاملة الحاجات، تقعد تتنمص وتتزوق وتعمل وتشي. فهمت ازاي؟ قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، ما كنتش أسكنها أصلا ولا أتزوجها ولا كنت تعيش معاها. أدي معنى نجامعها، يعني أعيش مع أعاشرها أو خالطها، دل على أن المسلم الطائع لربه عليه أن يتزوج امرأة طائعة لربها، وأنه يكره له أن يتزوج امرأة عاصية لربها. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي
قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل كلاهما عن منصور في هذا الإسناد بمعنى حديث جرير، غير أن في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات، وفي حديث مفضل الواشمات والموشومات. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد لحديث بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب، لأن حديث أم يعقوب مروي موقوف على عبد الله بن مسعود، فهم؟ لكن إيه قال مالي لا ألعن من لعن رسول الله فرفعه في الآخر، يبقى بدايته موقوف يعني كلامه ثم بعد ذلك رفعه إلى النبي في آخر. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. وعن أبي قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، والمقصود هنا شيئا اللي هو أن يكون شعر آدمي أو حيوان متنجس وبغير إذن زوجها إن كان طاهرا وإيه وليس من إيه من شعر الآدمي، يبقى لو كان طاهر زي الشعر الصناعي لابد من إذن زوج، يعني غير مباح للمرأة غير المزوجة أن تصل أصلا بأي حال من الأحوال. طب لو أردت أن تصل يبقى تصل شعر صناعي بإذن الزوج للزوج يعني في البيت، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول، يعني قصة من شعر يعني إيه شعر أدمي مقصوص كده في إيده، بيسموها دلوقتي الجماعة اللي هم بتوع كوافيرات يسموها بوستيج، مش كده برضو؟ يعني يبدو أنه كانت عندهم الحاجات دي أدوات زينة شايلينها يستعملوها، فاهم؟ فمسكها وقف على المنبر كده فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، لأنها وصل شعر آدمي بآدمي، ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني إيه استمروا في الزينة المخالفة للشرع الشريف، فلما انتشرت المخالفات وقل النهي عنها انتشر الفساد في الأرض، فهم؟ بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبيقول أين علماؤكم الذين ينكرون المنكر وترون ذلك ولا تنكرونه؟ وهذا يدل على أن ولي أمر المؤمنين المسلمين عليه أن يهتم بالتصرفات الخاصة التي يتصرف فيها الرعية وأن تكون موافقة للشرع الشريف، وأن ينهى عن المنكر وأن يأمر العلماء أن ينهوا عن المنكر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر حدثنا ابن أبي عمر كانت في يد حرسي يعني شرطي، كانت في يد حرسي يعني شرطي اللي هو الشرطة اللي بتبقى مرافقة لإيه للحكام، يسموها الوقت الحرس الجمهوري، يبقى حرسي يعني إيه مع الحراسة بتاعته مع الشرطي اللي هو يحرسه. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك، غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر عن شعبة حا
قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو الغندر جابوا هنا باسمه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور يعني الغش سمى الشعر ده الغش. وعن أبي قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق وعشان كده اختلفوا يعني هل حتى الخرق اللي بتحطها مع الضفيرة بتاعتها جائزة قال ليس ابن سعد أجازها وكثير من الفقهاء جازوها لكن بعض الصحابة حملوها على مطلق إضافة شيء للشعر ليس منه بعض الصحابة فهموها على هذا المعنى والبعض الآخر فهموها بشعر الآدمي أو المتنجس أما الخرق فلا بأس به. باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللي احنا بنسميه الوقت السفور والسفور هو إظهار عورة المرأة لغير المحرم زي ما النساء بيخرجوا في الشوارع مبينين شعرهم مبينين دراعتهم مبينين أجزاء من إيه ساقين كل ده اسمه السفور يسموه كاسية عارية يعني مكسية وكأنها عريانة أو برضو الثياب الملتصقة بالجسد تبقى مغطية لون البشرة لكنها مبينة القوام بالضبط برضو دي كأنها كاسية عارية فهم كل ده اللي هو الحاجات اللي إيه اللي بيسموها بادي مش كده برضو الحاجات اللي هي لازقة قوي دي برضو اسمها كاسية عارية حتى ولو مغطية العورة لأنها بتبين إيه يعني أجزاء الجسد وقوام الجسد وهذا أيضا حرام. المائلات المميلات اللي بيمشوا بقى لابسين يعني كعب عالي فالكعب العالي بيخلي المرأة غصب عنها تمشي بتتهز لأنه كعب عالي لو ما تهزتش هتقع فتقوم إيه تميل هكذا فتميل إيه قلوب الرجال إليها وأعين الرجال إليها بإظهار الزينة فهذا أيضا منهي عنه وكل هذه الزينة أصلا وردت إلينا من بلاد الكفار وهذا الحديث الذي أخبر به النبي عن أحوال النساء بهذه السورة من علامات النبوة لأنه لم يحدث في الأمة إلا من 200 سنة بس إنما قبل كده ما كانش موجود في الأمة خالص لأن النبي عندما أخبر به ظل أكثر من 1200 سنة مش موجود لهم وبعدين يدوب بعد ما اختلط المسلمون بغيرهم من الأمم الأخرى نقلوا زينة الأوروبيات والغربيات إلى بلادهم فظهرت هذه الأنواع وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ودي أنواع من الشرطة كانت بتمسك كرابيك وتضرب الناس كانوا يسموهم الهجانة كانوا موجودين مع الحكام زمان ودول ما ظهروش برضو اللي حديثا والنبي أخبر دي من علامات النبوة كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ممكن يبقى كاسيات يعني تلبس الثياب وعاريات من التقوى فممكن تبقى مغطية برضو عورتها بثوبها لكن عارية من التقوى تتعامل مع الرجال بطريقة فيها يعني خلاعة تبقى منتقبة وخليعة فهمت ازاي الى ذي وشفنا كده شفنا بعض النساء منتقبات ويتكلموا بخلاعة ويتصرفوا بخلاعة تبقى برضو ايه عاريات اي عاريات عن التقوى
فالتقوى لباس فوق اللباس، بل هو اصل اللباس. واخد بالك ازاي؟ لباس التقوى ذلك خير. فهمت بقى؟ يبقى ممكن تبقى عاريه عن التقوى فتكون ايضا عاريه ولو كانت منتقبه. فهمت ازاي؟ يبقى لابد ان المراه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي ايه؟ في قلبه مرض. فلابد ان يكتسي الانسان بكسوتين، كسوه لظاهره فتستر عورته، وكسوه في باطنه بالتقوى فتستر سلوكه. فلابد ان يكون سلوكه ايضا سلوك اهل التقوى، كما ان يكون مظهره مظهر اهل التقوى. فهمت بقى؟ فدي نقطه مهمه. يعني قل من نبه على كلمة عاريات هنا، عاريات عن التقوى. قل من نبه على هذا، كله بيتكلم عن الجسد وخلاص. لا، ده ممكن المرأة تبقى بقى لابسة وسترة لكن تتصرف تصرفات عارية عن التقوى، فتكون إثارتها أشد من إيه؟ إثارة العارية حتى. ويبقى ده برضه حرام قطعًا. فهمت؟ كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. البخت اللي هي الناقة طويلة الرقبة اللي ليها سنمين، يبقى تحط كده شعر كده فورمة، يعني فورمة كده عاملة زي السنم، ها؟ كأن الرسول شايفهم بيوصل صلى الله عليه وسلم. وكانوا زمان والله كانوا كده يعملوا شعرهم كده، وتلبس كمان البرنيطة اللي هي إيه؟ اللي عاملة كده. شوف الأفلام القديمة، آخد بالك؟ وبعض الحديث تلاقي برضو كأسنام إيه؟ البخت. سبحان الله، كأن النبي يرى أمته كلها كل الأزمان. النبي كانت عينه ليست لها ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، بل الزمن كله عنده واحد. كان يرى أهل الجنة يتنعمون فيها، وأهل النار يتعذبون فيها، وأهل القبور يتنعمون ويتعذبون، وأهل الدنيا ماذا يفعلون في الماضي والحاضر والمستقبل. يبقى عين النبي ليست كسائر العيون صلى الله عليه وسلم. كشف له الزمان فلا حاضر ولا ماضي ولا مستقبل، بل الكل عنده حاضر. ولذا قال رفعت الاقلام وجفت الصحف، كله تم صلى الله عليه واله وسلم. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، يعني لا يدخلن الجنة دخول الفائزات. يعني لابد ان يحاسبوا ويعاقبوا اولا ان كانوا لا يستحلون فعل ذلك، فان استحلوا فعل ذلك فقد كفروا، ويبقى لا يدخلن الجنة حقيقة. أما إن كانوا يفعلن ذلك ولا يستحلون ذلك ويعلمون أنه حرام فيكون من أهل المعاصي، فلا يدخلن الجنة دخول الفائزات، بل لا بد من سابقة حساب وقد يكون هناك عذاب. هذه معنى لا يدخلن الجنة. ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، قيل 500 عام في الرواية الثانية. باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. يعني ما فيش داعي انك انت تبالغ في زينة ثيابك وان تظهر ما ليس عندك. فهمت ازاي؟ تظهر ما يعني تظهر قدام الناس. في بعض النصابين يلبس ثياب فاخرة جدا عشان الناس يفتكروه من رجال الاعمال، ويدخل يعمل يعقد صفقات وهو بمجرد مظهره فقط، فالناس تغتر به. يأجر عربية أحدث موديل، يأجرها يوم واحد ويشتري بدلة فخمة جدا ويروح راكن العربية أمام بنك من البنوك، وبعدين ينزل حاجة فخامة كده، ماشي كده بفخامة وجايب اتنين تلاتة حراس حواليه، فيدخل على مدير البنك يوهمه إنه رجل مهم جدا وعنده أموال طائلة وهو أصلا لا يملك شيء، فيعقد معه صفقة ويقول له إن شاء الله هجيب لك الشيك غدا، الشيك هجيبه لك غدا، هو اصلا لا عنده شيك ولا عنده اموال ولا عنده حاجه. وبعدين يخرج يبص تلاقي اتنصب عليه. كتير بتحصل مثل هذا. ادي ادي الثوب زور اهو، ثوب زور يفطر ايه يعني ينصب بيه على الناس. كذلك واحد يروح لابس ثياب يبين نفسه ان اغنياء القوم ويروح يخطب امراه غنيه وهو اصلا مفلس لا يملك شيء، يقوم ابيها يفرح بان بنته جالها الحمد لله رجل يعني من علية القوم، فيوافق ويدي له ايده ويقرا الفاتحه ويزوجها، ثم بعد ذلك يضربها وياخذ منها شبكتها وياخذ منها كل شيء ويعيش على حسابها. بتحصل كتير من دي، ثوب زور نهى النبي عن ذلك. تظهر بحقيقتك.
فهمت ازاي؟ لا تتكلف، وما انا من المتكلفين. مثلا انت جعان، واحد صاحبك بيقول لك اتفضل كل، تقول له لا شبعان، وانت جعان ومعكش فلوس تاكل وتقول له انا شبعان، كل يا سيدي خلاص. ما هو بيقول لك اتفضل، وطالما اعطاك بنيه طيبه فهذا حلال، وانت محتاجه فلا تتشبع وانت جائع. لا تتكلف، فهمت ازاي؟ التكلف وحش، الا ان تعلم ان ماله حرام معلش. فهمت ازاي؟ يبقى الانسان لازم يعيش. الناس المصريين يقول لك ايه؟ عيش عيشة اهلك. المصريين يقول لك ايه؟ عيش عيشة اهلك، يعني اظهر بمستواك اللي ربنا اقامك فيه، لا فوق مستواك ولا دون مستواك. يعني في ناس من بخلهم يبقى غني جدا ويلبس لبس الفقراء، ويدخل عند الحلاق يحلق يديله 10 جنيه وهو اصلا عنده ملايين، مجرم. الحلاق يشوفه كده فقير الحال يقول له لا كتير 10، خد 5 اديله الباقي. وهو اصلا من اغنياء القوم، بيعملوا كده مع الاطباء. انا طبيب واحد ساعات يجي لي المريض لابس لبس يعني لدرجه ترجع له الكشف، وادور له في العياده على بعض الادويه اللي عندي اديها له ببلاش، وبعدين ينزل يجي لي جاره بعد شويه يقول لي ده عنده مصنع، ده عنده مش عارف ايه، ده راجل مليونير. اقول سبحان الله، شيء على كل ده حرام. عيش العيشه اللي ربنا عيشها لك. فقير خليك فقير، الفقر مش عيب. غني اظهر غناك، واما بنعمه ربك فحدث. اغناك الله عن الناس فاستغني عن الناس ولا تفتقر لهم. فهمت بقى المساله؟ وما انا من المتكلفين. شفت كلام النبي بقى؟ التكلف خطا، التكلف بالفقر او التكلف، والتكلف في العلم اخطر. يبقى جاهل ويربي دقنه يلبس طيب ويجيب عمه ويقعد كده قدام الميكروفون ويقعد يعلم الناس وهو اجهل من دبه، ده تكلف حرام. فهمت بقى ازاي؟ يجي يدخل المسجد بالهيئه دي، هو مش حافظ الفاتحه الا بالعافيه، الناس تقدمه اتفضل امام، الله اكبر، ويقف امام، يجي يقرا الفاتحه مش عارف يقراها. ما ينفعش كده، التكلف. فلا تلبس زي العلماء، عشان كده دلوقتي في الازهر في وزاره الاوقاف يقول لك اللي يلبس الزي الازهري ما يكونش معاه شهاده ازهريه هنقبض عليه، لانه بقى لابس ثوب زور، الناس هتفتكره عالم وهو جاهل، في اليوم حق. فهمت ازاي؟ او يلبس لبس شرطه وهو مش شرطي، عشان لما ينزل في السوق يشتري يقوم الناس بقى ايه ده شرطي بقى، يخافوا ان هم يدوا له فوق السعر او يعملوا معامله خاصه او مش عارف ايه، جايب له ثوب كده لبس شرطي يلبسه لما ينزل يجيب الايه الحاجات من السوق، علشان ايه؟ يركب التاكس، سواق التاكسي ما رضاش يدفع له اجره، ما هو فاكره في المرور بقى يمكن يساعده بانه يخلص له الرخصه مش عارف ايه، يجامله بقى وهو اصلا مش شرطي. وزي بعض الناس يبقى كليه الطب ويفشل في الكليه وما يعرفش ياخد الشهاده، يروح جايب ببلطه ابيض وفتى عياده ويبتدي يعالج المرضى، تدور عليه معهوش شهاده طب. شفنا هذه النوع ثوب زور، كل ده حرام، نهى النبي عن مثل هذه الامور. فهمت ازاي؟ في اي مجال من المجالات، اظهر عيش عيشه اهلك. دي طريقه المصريين، عيش عيشه اهلك، يعني زي ما ربنا اقامك اظهر ما اقامك الله فيه واتقن ما اقامك الله فيه. فهمت بقى؟ هو ده ديننا، ما يبقاش في غش ولا زور ولا خداع، لان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهمت بقى المساله؟ باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، عشان تغيظ جارتها تقول لها ده أنا جوزي كل يوم الصبح بيسيب لي 1000 جنيه على الترابيزة وتنه نازل ويرجع ما يسألنيش أنت صرفتي إيه، وهو جوزها اصلا ما حدو بيشوف الالف جنيه دي مره كل 100 سنه ما عندهاش حاجه، بس عايزه تغيظ جارتها، تقوم جارتها تروح تتخانق مع جوزها، اشمعنى فلان اللي جنبنا بيدي وهو ما بيديش اصلا، تقوم تتخانق. ما ينفعش كده. فهمت ازاي؟ ان زوجي اعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ايه هم ثوبي الزور؟ كلامه الخطا ومظهره الذي يظهر فيه خطأ. فهمت ازاي؟ يبقى كلامه زور
ثم مظهره ايضا زور. يبقى ثوبي زور، ثوب الدعاء بالكلام وثوب مظهر بالمظهر. وقل من نبه المثنى هنا يعود عليه. اقرا في التفاسير ما تلاقيش، لا تجده الا في مسجد الاشراف ان شاء الله، وهذا من توفيق الله وليس منا. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء جاءت رضي الله عنها، جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان لي ضرة فهل علي جناح ان اتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ عشان تغيظها، ليها ضرة بقى عايزة تغيظها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابسي ثوبي زور. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. ونقف على كتاب الآداب وفيه 10 أبواب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله.